كتشهد المنصة الخاصة بعملية بيع تذاكر المباراة الودية اللي غتجمع بين المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم ونظيره البرازيلي شهر مارس المقبل إقبالا كبيرا من الجماهير الراغبة في حضور هذا اللقاء التاريخي واللي غيحتضن الملعب الكبير بمدينة طنجة. وأكد مصدر مسؤول عن الشركة المنظمة في تصريح خاص به سبورت أن المنصة الخاصة ببيع تذاكر مباراة أسود الأطلس وراقصي السامبا كتشهد أعداد كبيرة من الزيارات اليومية قبل انطلاق عملية البيع، وذلك لرغبة أعداد كبيرة من المحبين في متابعة اللقاء. كما أكد نفس المصدر أن جماهير منتخب البيرو اقتنت ما يزيد عن 50% من التذاكر الخاصة باللقاء الثاني للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البيروفي على أرضية ملعب ميتروبوليتانو نهاية شهر مارس من سنة 2023. وشكرا لكم على حسن المتابعة.